بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بتطهير بعض النجاسات، فالنعال إذا أصابه الأذى بماذا يطهر؟ لك يا مهدي، يطهر بالتراب. ما الدليل على ذلك؟ ارفع صوتك. حديث أبي سعيد الخدري في سنن في مسند أحمد وسنن أبي داود: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعله، فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. وفي رواية أبي هريرة عند أبي داود: فطهورهما التراب. فإذا غسله غسلا الحكم عندك أفضل، الغسل أذهب للنجاسة، وإنما تطهيره بالتراب من باب التخفيف، فإنه قد يشق عليه أن يذهب وينظر الماء. هذا إذا كان التراب قد أذهب عين النجاسة، أما إذا لم يذهبها فلا يطهر حتى تذهب عين النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وقال الشارح عفى الله تعالى عن قوله: والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. معنى الاستحالة أن النجاسة تتحول إلى شيء آخر، كغائط الإنسان تمر عليه الأيام والشمس تضربه والهواء حتى يصير ترابا، وكذا إذا حرق جلد الميتة حتى صار رمادا، فهذا معنى الاستحالة وهو التحول، فتتحول الميتة من شيء إلى آخر. فمثلا لو أحرق جلد الميتة فصار رمادا، أو العذرة تضربها الشمس حتى تصير ترابا، فهذا معنى الاستحالة. وقول المؤلف: الاستحالة مطهرة، أي أن استحالة النجاسة تجعل تلك العين طاهرة، وهذا هو الصحيح عند أهل العلم، أن النجاسة وصف لتلك العين الأولى التي وصفت بكونها نجسة، مثل غائط الإنسان وجلد الميتة، فبعد زوالها صارت شيئا آخر له حكمه. وقول المؤلف: الاستحالة مطهرة، قد بين السبب رحمه الله، قال: لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، أي المحكوم عليه بالنجاسة، أي قد زال الوصف الذي حكم عليه بالنجاسة. إذن الصحيح في الاستحالة أنها مطهرة كما ذكر المؤلف رحمه الله، أن تحولت العين إلى عين أخرى، كانت عذرة فصارت ترابا. فالحكم لما صار إليه، فالرماد طاهر والتراب طاهر، وهذا يكون بعد تحول العين تماما. قوله: وما لا يمكن غسله فبالصب عليه، أي هناك أمور ما يستطاع غسلها كالأرض يصيبها البول أو ما أشبه ذلك، فتطهر بالصب عليها. أما الغائط فيمكن أخذه، أما البول أما الغائط فيمكن أخذه، وأما البول فيصعب، لا سيما إذا كانت الأرض يابسة فيمكن أن يصب عليها الماء. ويكاثر لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. فالمكاثرة بالماء هو السبيل لإزالة النجاسة، أما إذا صب قليلا من الماء فربما لا يكفي ذلك. كذلك الماء إذا تنجس ممكن أن تزال منه النجاسة بمكاثرة الماء عليه، فيصب على الماء ماء آخر، ويكاثر الماء عليه حتى تزول أثر النجاسة. فيذهب أحسن فتذهب حتى تزول أثر النجاسة فيذهب الريح واللون والطعم، فعند ذلك يصير الماء طاهرا. والماء المكاثرة حتى أيضا في تطهير الماء، إذا كان عنده ماء قليل وأصابته نجاسة وهو بحاجة إلى الماء، هو نفسه بحاجة إلى الماء، فيمكن أن يضيف فوق الماء ماء آخر حتى تذهب أثر النجاسة. فلو كان عنده إناء فيه شيء من الماء وهو في صحراء أو في مكان يشح فيه الماء فتنجس عليه فيكاثر عليه الماء، يصب الإناء في سطل من الماء، فإذا به تذهب أثر النجاسة ويصير الماء طاهرا. قال: بقي إذا غسلت نجاسة بالماء، فالماء الذي يتساقط من الغسل لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا تغير بتلك النجاسة كما تقدم معنا، وهذا يسمى غسالة النجاسة. فغسالة النجاسة أي ما تساقط من الماء بعد غسل النجاسة، فالماء الذي تساقط مظنه للتنجس إذا كان قليلا، ولكن لا يجزم بنجاسته إلا إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه. كما تقدم معنا أن الماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، ولكن يمكنه إضافة الماء عليه إذا شك فتزول النجاسة. قوله: أو النسح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر، أي يؤخذ منه كالآبار التي ينبع الماء فيها من تحت الأرض، فإذا تنجس الماء فيؤخذ النجس ويأتي ماء آخر تحته فيصير طاهرا. قوله: والماء هو الأصل في التطهير، أي أن الماء هو الذي يبدأ به يبدأ به في تطهير النجاسات، أي أن الماء هو الذي يبدأ به في تطهير النجاسات، هذا هو الصحيح لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وكذلك ما جاء من أدلة أخرى تدل على أن بعض النجاسات تصلح للتطهير بغير الماء، تطهرت شرعا كما جاء في مسح النعال بالتراب، وكذلك ذيل المرأة إذا تطهر بالتراب. وبالنسبة لبقية الأمور غير الماء كالمائعات الأخرى كالعصير وماء الورد وغيرها من الأمور المائعة، فهذه لا يجوز التطهير بها، لأن التطهير إنما يكون بالماء، لا يجوز له أن يستخدم الأطعمة في التطهير في تطهير النجاسات، فهذا من الإسراف. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى الجن، قد نهى الإنس عن الاستجمار بالروث والعظام، وقال إنها طعام إخوانكم من الجن، فكيف يطهر النجاسة بعصير أو بلبن أو بماء الورد؟ لا يجوز ذلك.
ولكن إذا حصل أنها زالت أنه فعل ذلك وزالت النجاسة فيصير طاهرا. العبرة بذهاب عين النجاسة. قال ولكن إذا حصل تطهير بهذه الأمور كأن يطهر بعصير أو لبن أو مرق فهذه الأمور لا يجوز أن تستخدم لإزالة النجاسة. ولكن إذا حصل أن أزالت النجاسة فالصحيح أن النجاسة تكون قد فقدت وذهب أثرها ويصير ذلك الشيء طاهرا. فالعبرة ببقاء النجاسة سواء أزيلت النجاسة بالماء أو بغيره. فزوال النجاسة بأمور غير الماء تطهر كأن تطهر النجاسة بضرب الشمس أو بالهواء فتمر الأيام حتى تذهب النجاسة، فهذا يكون كافيا بالحكم على تلك النجاسة للطهارة، على تلك العين بالطهارة. أحسن، على تلك العين بالطهارة. وكذلك بعض الأمور التي تطهر بضرب الشمس من النجاسات فهذا يكون مطهرا، فالأصل هو الماء، لكن غير الماء إذا أزال النجاسة يكتفى في ذلك. وهذا يجعلنا نذكر مسألة أخرى، وهي مسألة هل إزالة النجاسة تحتاج إلى نية من مطهر النجاسة أم لا؟ والجواب لا يشترط النية، بل إذا زالت بنفسها فهذا كافي. فمثلا الثوب المتنجس إذا أصابه المطر حتى تطهر صار طاهرا، إذا كان عليك ثوب متنجس فأصابه المطر فيطهر ولو كنت غافلا عن النجاسة. أو إنسان في ثوبه نجاسة فسبح بالماء وهو غافل عن نجاسته، هل يطهر الثوب أم لا؟ يطهر، لا يشترط أن يكون مستحضرا نية التطهير. فالنجاسات هي عين سببت الحكم، فإذا زالت العين زال الحكم سواء زالها بإرادة أو زالت بنفسها بدون إرادة. فمثلا الثوب المتنجس إذا أصابه المطر حتى تطهر صار طاهرا، وإن لم يكن صاحب الثوب النجس يعلم ذلك فالنجاسة إزالتها لا يحتاج إلى نية، بل متى زالت النجاسة حكم بطهارته. وعلى هذا فإذا زالت النجاسة بغير الماء حكم بطهارتها على الصحيح. ولا شك أنه مع النية يؤجر، إذا أزال النجاسة بنية أجر، لقوله تعالى وثيابك فطهر، امتثل أمر الله جل وعلا، ولأنه أزال النجاسة ممتثلا أمر الله متعبدا لله بذلك. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فمن تعمد الإزالة والتطهير فهو مأجور، ومن زالت بدون إرادة وبدون فعل ونية فزال الحكم وهو النجاسة، ولكن الأجر لا يثاب على ذلك. قوله فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع، الأمر كما بينا لا يقوم مقامه شرعا. وأما إذا حصلت أن طهرت النجاسة بغير الماء حصلت الطهارة وانتفت النجاسة، والله المستعان، لا يقوم مقامه شرعا. وأما الحكم الوضعي فقد زالت النجاسة فانتفت النجاسة فصارت العين طاهرة. الفراش نعم، كثرة الماء عليه يذهب النجاسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.